السلام عليكم، اهلا يا ابطال. منذ قليل اعلنت شاومي عن احدث موبايلاتها في مصر وهو الريدمي 9T، موبايل اقتصادي جديد، موبايل قوي جدا وجاي بمميزات قويه جدا، وتم تسعيره النهارده. فسريعا كده اقول لكم سعر الموبايل وازاي تحجزه، وده مهم جدا لان عليه هديه كويسه واماكن الحجز. ونبدا باول حاجه بسعر الموبايل. نزل منه نسختين، اول نسخه 4 جيجا رام مع مساحه داخليه 64، ونزلت بسعر 2700 جنيه. سعر كويس جدا، اعتقد زي ما توقع برضو في الفيديو السابق قلت خلي بالكم الموبايل ده هيكون اغلى من البوكو ام 3 ب 100 جنيه بس، لان هو طبعا جاي اعلى شويه من البوكو ام 3 نفس مواصفاته، لكن هنا في كاميرا الترا وايد زياده بجانب ديزاين مختلف. فدي اول نسخه للريدمي 9T. اما النسخه الثانيه وهي 4 جيجا رام مع مساحه داخليه 128 وبسعر 2900 جنيه، وبرضو اسعار يعتبر كويسه. قولوا لي طبعا في الكومنتات ايه رايكم في تسعير شاومي لموبايلاتها وتحديدا في الفئه الاقتصاديه. موبايل كويس جدا في الفئه دي، جاب مواصفات حلوه قوي، بطاريه 6000 ملي امبير وبروسيسور يعني متوسط ولا السناب دراجون 662، كاميرات عاليه جدا 48 ميجا بكسل تحديدا الكاميرات الخلفيه، وموجود برضو الكاميرا الالترا وايد المختصه بالتصوير الواسع. الكاميرا السيلفي هي اللي مش كويسه قوي في الموبايل ده، فخلي بالك من النقطه دي، لكن مازال موجود حاجات قويه جدا زي الشاشه الكويسه والشاشه الفول اتش دي بلس، فالموبايل يعتبر بالنسبه مواصفاته حلوه قوي على السعر ده. اما لو انت عايز الموبايل بقى فلازم تلحق تحجزه. الحجز متاح من اول بكره 7 فبراير حتى التسليم يوم 15 فبراير، لكن خلي بالك الكميات بتبقى قليله، فلازم لو انت محتاج الموبايل تحجزه على طول. ازاي بقى تحجزه؟ تحجزه من كل فروع شاومي او من الموزعين المعتمدين اللي هي بتبقى شركات الموبايلات. هتروح طبعا لاي مكان من الاماكن دي وتسيب ديبوزيت حجز بيبقى في حدود 500 جنيه، وطبعا تحجز الموبايل لان هتستفيد طبعا بالهديه او الجفت اللي جاي على الموبايل، الميترو وايرلس اللي هي سماعه ايربودز من شاومي، وسماعه ممتازه جدا وعامله لها في حدود 500 جنيه او 400 جنيه، فكويسه جدا يعني هتقللك من سعر الموبايل، فده شيء كويس جدا. لو انت محتاج الموبايل لازم تلحق تحجزه. الريدمي 9T خلاص اخيرا موجود في مصر، فرصه كويسه للناس اللي ما لحقتش تحجز البوكو ام 3، فده يعتبر اعلى من البوكو ام 3 كامكانيات وفرق بسيط بس 100 جنيه، فممتاز جدا. فطبعا مستني منكم ارائكم في الموبايل ده، ايه رايكم في التسعير؟ وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير لافاده الغير، غيرك بيبقى مستني يعرف المعلومه. بس كده ابطال، فيديو سريع النهارده بخصوص الريدمي 9T، كان المفروض اتكلم فيه او هرد فيه على اسئلتكم بخصوص فيديو الاسئله اللي قلنا عليه، لكن الفيديو ده حل محله، فبكره ان شاء الله استنوا فيديو الاسئله هيبقى قوي جدا. بس كده ابطال، اشوفكم دايما على خير في رعايه الله.